في الحقيقة أنه لا يمكن أن أتحدث إليكم وأنتم حكماء هذه الجامعة وعلمائها وأصحاب الفضل فيها دون أن نعرج على النهضة الثقافية والفنية التي تنتشر بين جنباتها، لأننا منذ أول يوم وكنا تحت خط النار زي ما بيقولوا، آمنا أن مشكلة مصر في التطرف وليس فقط في العنف والإرهاب. فهذا العنف والإرهاب لا يمكن أن يكسر دولة بحجم مصر، فمصر الدولة ومصر الشعب ستكسر الإرهاب وتنتصر عليه. هذا أمر حق لا جدال فيه، ولكن الأكثر إشكالية هو هذا الفكر المتطرف الذي يسكن كالرماد كالنار تحت الرماد تحت جلد المؤسسات المصرية والحكومية ومنها الجامعات. ولذلك كان من اللازم أن يكون هناك برنامج ثقافي لمواجهة هذا الفكر المتطرف. راهنا عليه، ولكن أعتقد أننا كسبنا الرهان في أن هذا البرنامج قد استعاد الجامعة من براثن هؤلاء المتطرفين، وأصبح الموسم الثقافي مؤسسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ومسابقة اقرأ التي أشار إليها سعادة الأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن رئيس الجامعة الأسبق هي فكرة كانت تقوم على أن يقرأ الطالب ثم يفكر ثم ينقد ثم يكسب.